اهو قلبك الرهيف ده اللي جايب لك الكافيه. انا لو منك لا كنت رحت ولا جيت ولا اتحركت من مكاني من اساسه. يا بنت الضرب في الميت حرام، ده غلبان. اوعي تكوني خفتي عليه بعد ما شفتيه مكسور كده، ولا تكوني بقيتي شايفاه البطل اللي اتنحرر وراح خلص على اذاكي. لا خفت ولا حنيت ولا زفت، وعارفه عبد الغني كويس حافظاه. لا بيكذب ولا بيعرف يلاوع، ولما قال انه مش هو اللي عملها كان بيقول الحقيقه. انا كمان عارفاكي كويس وحافظاكي وبفهمك من عينك يا رضا. انت دلوقتي بتتمني ما يكونش هو اللي عملها. مش عشاني والله يا رانيا، عشان البت الغلبانه اللي هتتلط بذكر ابوها. طب افرض انا جرالي حاجه، مين هياخد باله منها بعدي؟ يا حبيبتي بعد الشر عليكي ما تقوليش كده. وبعدين هو احنا رحنا فين يا رضوى؟ احنا موجودين اهو. ربنا يخليكي وترعاي لحد ما تبقى عروسه وتجوزيها بايديكي كمان. يا ستي يا مين يعيش. المهم ان انا اطمن انها في امان ومحدش ممكن ياذيها ومبسوطه ومتهنيه. كفايه اللي شافته معايا انا وعبد الغني. معقوله بنت عيله صغيره تشوف اللي شافته ده؟ معقوله كده يا ربي؟ وهي شافت ايه يا رضوى؟ البنت كويسه وزي الفل اهي، بتروح المدرسه وبتيجي ومفيش حد فينا مخليها محتاجه لاي حاجه. كفايه قوي لحد كده، كفايه. هو ايه اللي كفايه؟ مش فاهم. انا ودنيا ضيقناها عليكوا قوي. يوه رجعنا للكلام البايخ تاني اهو. بقى ده كلام بايخ؟ يعني كلنا هنفضل عايشين في البيت اللي زي الحق ده لحد امتى؟ يا ستي هو احنا كنا اشتكينا لك؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. كفايه قوي لحد كده. هو ايه اللي كفايه كفايه؟ هو انت ناويه على ايه يا رضوى؟